أضاف النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي أنه لا يجوز لدولة أن تعتدي على دولة أخرى ذات سيادة، مؤكدا عدم السماح لإيران أن تعتدي على العراق بأي شكل من الأشكال. نحن اطلعنا ميدانيا على مكان الحادث، واطلعنا من خلال بعض البيانات الأولية قدمها وزير داخلية أقليم كردستان. ننتظر استضافة وزير الداخلية في أقليم كردستان في بغداد، سيكون في مجلس النواب. لدينا بعض البيانات وبعض الوثائق اللي تزودنا بها الاستخبارات، سنخرج بحصيلة. مبدئيا طبعا الاعتداء، لا يجوز أن تعتدي دولة على دولة ذات سيادة. العراق لا نسمح لإيران أن تعتدي على العراق. هناك لدينا مواثيق ولدينا عهود ولدينا اتفاقيات مع الجارة إيران ولدينا تحالف رباعي. إذا كان هناك خلل معين في جانب أمني استخباري أن يتم تبادل معلومات.